الله الله. يلا يا استاذ طابور ماشي. الله 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 الله. الدور الكام؟ الدور الكام؟ ها؟ السابع. يقول ايه؟ السابع. السابع. فضلك انا عايز بيان قيد ونجاح عشان عايز انقل ولادي من مدرسه لمدرسه. الاقيه فين؟ اوضه 717. 717؟ ايوه. وده ايه فين؟ اللي فاتت دي. هي فاتت؟ ايوه. تصدق بالله انا بقالي شهر كل يوم اجي هنا، ان اعرف ادخلها ما اعرفش. شهر؟ ايوه. كل يوم؟ كل يوم. مش عارف تخشها؟ ايوه. لسه تلمع لحد دلوقتي يا حيوان؟ لا يا فندي، اتلمع مره واثنين وثلاثه. شيل الفوطه. اتلمع مره واثنين. اقف بقى. اتلمع مره واثنين وثلاثه، دي زياده التلميع يعني. انا لقيت نفسي فاضي فقلت اتسلى بالتلميع يعني. ايه ده، انت بتستظرف يا ولد ولا ايه؟ اقف عدل. غور هات القهوه. اتحرك. ايه يا استاذ، في ايه؟ انا اسف جدا، انا عايز الاستاذ رشاد. أنا لسه قلت حاجة، أنا عايز الأستاذ رشاد. الله أكبر. أنت كنت فين يا سكينة؟ الأستاذ رشاد كنت فين يا سكينة الموضة دي كلها وسايباني على التليفون؟ بتغيري الكفولة للواد. طب اسمعي بقى أما أقول لك. لا أنت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي أنا بقوله صح. لا، ما هو أنت إذا كان عايز يطلق يكتب لي التنازل عن كل حاجة ويروح في 60 داهية. لا بلاش بلاش عميت، بلاش الموضوع دي، أصلها ولية شرانية ونكدية. بقولك نكدية وشرانية، أنت هتعرفيها أكتر مني. أنا جرأة سكينة ما تسمعي كلامي. ما أنت حاضرة يا حبيبتي، يعني من حقك الشقة. أيوة طبعا. أمال إيه؟ طبعا ومن حقك المؤخر. والبوتاجاز. الله أكبر. عايز انقل ولادي من المدرسه بعيد عن البيت لمدرسه جنب البيت. بيان قيد ونجاح اختصاص اخونا الاستاذ مدحت، وهو في دوره تدريبيه يرجع بعد اسبوع ان شاء الله. ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب اخونا الاستاذ مدحت. لا، زي ما جحا اولى بلحم طوره، كل واحد اولى بعمل شغله، وبعدين ده اسبوع مش موضوع يعني. الله اكبر. بقول لحضرتك ايه، الساعة 11 لا وقت ظهر ولا عصر ولا مغرب. ها؟ هو الأستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟ تعرفي يا روحي تعملي أكلة محبشة ورخيصة وما تكلفكيش؟ تحطي في سفرتك اللحمة والفراخ والديوك المحمرة والمحاشي باللحمة. وما تقوليليش على طعمها اللي ده.
بتدوخ، وفي طريقة جديدة لحشو الديوك بالفراخ واللحمة، ودي طبعا رخيصة وطعمها لذيذ لذيذ يا أختي. واحرصي على إنك تحطي على صفتك اللحمة والفراخ لأنها طعمها يجنن ومليانة بالفيتامينات. وما تصدقيش حد تاني. انت فين يا احمد؟ ايه خد يا احمد قشر لي فصلتهم عشان خلطه البتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفايه بعمل لك السلطه؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفره جاهزه، وبتنجان ايه اللي كل يوم ده؟ ده ناقص يسكن معانا، مفيش حاجه تانيه؟ اطبخي يا جاري اكلف يا سيدي، هات اللحمه وانا اطبخها، طلع الفراخ من الثلاجه الفاضيه وانا حمرها. بعدين اسمع اما اقول لك، انا بشتغل زي زيك، والتاج اللي فوق دماغك مش هيقع عشان كان فصلتهم هتقشرهم. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاه النبي عليا، قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حيلي مهدود في شغل البيت. اوبرا اللي انت عايزه تروحيها؟ انت ما تنفعيش تروح السيرك، ده انت لو رحت جنينه الحيوانات هيقفشوكي. الاوبرا اوبرا ايه؟ مفرادين كده ليه؟ تعبنا من المشوار. بابا انت مش هتنقلنا من المدرسه دي بقى، احنا تعبنا خالص. احمد تقول يا ايه دول يا سليمان؟ تشكيلة كبده ومخ وذوق، معقول هتروح من غير عشاء؟ لا انا متعود اتعشى مع اولادي. طب بقول لك ايه؟ النهارده الخميس هتقوم شطب، واللي قاعد على قاعد بره مش راضي يمشي. تريني بنت جفاك واشتقل عذابي معاك والقدم وعيش فتراك ارجع تاني في لقاك. يا ساعة كام دلوقتي؟ الدنيا تجيني ساعة كام حضرتك؟ ورضاها يسعد الدنيا اتأخرت والناس عايزة تمشي. ألفهم في ورقة لحضرتك وتاخدهم معاك البيت تاكلهم انت والحاجة. سليمان لا احنا هنبات هنا النهارده. اه خميس باص والجمعة كمان. ممكن اخد ب2 جنيه؟ ممكن طبعا.